فأجيب لكم تجربة وهذه جربوها جربوها جربوها. يعني أحد الأساتذة المهمين من بريطانيا خاطبني بهالقضية وقال لي أنا مجربها وخلينا إحنا نجربها. أنا شخصيا أيضا جربتها القضية هذه أنه كثير من الناس الآن يعيشون كآبة شديدة، حالة من البؤس، حالة من اليأس، حالة من النكبة، دائما يفكر هو فاشل، دائما يفكر ما بفايدة، حياة تعبانة، كسول، خمول. الآن هذا الشعور موجود حتى في الشباب، حتى في الشباب يقعد ساعة 12 الظهر ليش؟ ما له خلق، ما عنده شغل، ما عنده تفكير، ما عنده أفق، ما عنده برنامج. الكآبة هذه قد واحد ما يحس أنه كئيب، ما يحس أنه مصاب بالكآبة. وهذا شوفوا علماءنا الآن، علماء علم النفس، لما تعرض نفسك عليه تقول يا أبا أنا أشعر بهالطريقة بهذا، يقول أنت تعيش كآبة كبيرة وقد أنت راح على حال تواجه مشاكل عويصة بحياتك، بس إحنا ما نشعر بها. بعض الأمهات، بعض النساء في البيوت يعيشن كآبة شديدة، بعض الآباء يعيشون كآبة شديدة. زين، هالكآبة الشديدة شلون نقدر نعالجها؟ صدق الآن كتبوا هذا، يعني هذا الشيء، أنه كيف نعالج الكآبة التي نعاني منها. هذا العالم البريطاني يقول لي، سيدنا أكو آية في القرآن الكريم، جزء من الآية، يقول أنا سمعت أنه اللي يكررها 400 مرة باليوم، 400 مرة باليوم يكررها، راح لمدة شهر أو شهرين راح يحس أنه هو أصبح بطاقة أخرى وبوجود آخر وبشكل آخر. سألته شنو هالآية؟ الأخوة أعتقد حافظيها، الآية اللي هي ذنون، تعرفون ذنون نبي الله يونس، لما على حال الله ابتلاه بأن ابتلعه الحوت، فدعا ربه في داخل بطن الحوت. إش دعا؟ الآية شو تقول؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك أني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا يسموه بالذكر اليونسي. الذكر اليونسي مع أنه ذكر تقوله، بس كم له من التأثير في وجودك. جربوا أخواني، الكل يقول لبعضنا البعض جربوا هذا الذكر، مو كل الآية، لا هاي الآية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الوضعية كلها، بس أنا أذكر فقط الذكر اللي هو ذكره ذنون وهو يونس، قال سبحانك لا إله إلا أنت أني كنت من الظالمين، بس هذه سبحانك لا إله إلا أنت أني كنت من الظالمين، هاي 400 مرة. وشوف إيش قد رح يأثر في حياتكم. في هذا العالم البريطاني يقول لي سيد أنا جربت على المرضى اللي يراجعوني وتصورت أنه ذولا يلقنون نفسهم، يعني ذولا تلقين ذاتي، بس يقول جربت على نفسي أنا، يقول أنا شخصيا هذا الذكر استمريت عليه لمدة شهر، يقول طلابي يقولون أنت صارت شخصية أخرى، زوجتي يقول أنت شنو هالطاقة اللي عندك، وصرت أنا فتحالة أخرى. فيمكن لنا أيها الأحبة أن نستفيد من الشعائر، نستفيد من الغيبيات، نستفيد من الأمور اللي الإلهية الماورائية اللي يسموها عالم الغيب والشهادة، يمكن أن نستفيد منها في ترميم، ثقافتنا، في تعديل حياتنا، في تبديل شخصيتنا بشكل أو بآخر.